في هذا الدرس سوف نقوم بشرح دالة هامة جدا من الدوال التي يحتاج إليها جميع المدارس وخصوصا في بداية العام لحساب سن الطلاب في 11 من هذا العام. وفي هذا المثال لدينا خلية بها تاريخ 1/2011 وخلية أخرى بها تاريخ ميلاد أحد الطلاب. نريد حساب سن هذا الطالب في تاريخ 11/2011، ويتم ذلك كالتالي: الوقوف في الخلية المراد استخراج اليوم من تاريخ الميلاد أو حساب اليوم، ونقوم بكتابة الدالة التالية equal F، نفتح قوس، الخلية المراد إجراء الدالة عليها، نقوم باختبارها بحيث لا تكون نضغط على سيمي كولوم، نكتب دالة date def، نفتح قوس، نقوم باختيار الخلية المراد حساب تاريخ الميلاد، ثم اختيار بعد كتابة سيمي كولوم اختيار الخلية 1/1/2011، نكتب سيمي كولوم مرة أخرى وبين علامتي تنصيص نكتب M D months day، ثم نكتب علامة التنصيص مرة أخرى وغلق الأقواس فصل سيمي كولوم، ثم نكتب علامتي تنصيص فارغة، ثم نغلق القوس والضغط على مفتاح انتر. ولحساب الشهر نقوم بنفس العملية مع اختلاف بسيط يساوي F، نفتح قوس، نختار الخلية التي بعد تاريخ لاختبارها بوجود او عدم وجود تاريخ بها، نكتب سيمي كولوم، نكتب دالة date def، نفتح قوس، نقوم باختيار الخلية التي بها التاريخ المراد حساب السن في 11 فصلة او سيمي كولوم، نختار التاريخ 1/10/2011 سيمي كولوم مرة اخرى بين علامتي تنصيص نكتب y m لحساب الشهر، علامتي تنصيص مرة اخرى، نغلق القوس فصلة او سيمي كولوم بين علامتي تنصيص، خلق الأقواس والضغط على مفتاح انتر. بقي العام بنفس الاسلوب equal، نكتب F، نفتح قوس، الخلية المراد اختبارها أكبر من 1 سيمي كولوم، نكتب دالة date def، نفتح قوس، نقوم بتحديد الخلية التي بها التاريخ سيمي كولوم، تحديد الخلية التي بها 11 سيمي كولوم، بين علامتي تنصيص نكتب حرف الواي فقط للعام، ونغلق القوس ثم سيمي كولوم وعلامتي تنصيص وغلق القوس والضغط على مفتاح انتر. إذن هذا الطالب لديه 11 عام وعشرة شهور 21 يوما من تاريخ 10/11/1999 عند حسابه في 11/2011.